حيرك الدلك ويا لأي شرع يعني إنك مصر رأيه نينك كعند دوينك وكعه إلا مها أمنك آذين آنو حق قول هين آذية إيه وذن ولانشيه دوينها الراوعة إيه أمنك قرن كوحولما أفر إيه تمن قضب أو حيرك كالدوين إيه دلك كتير أيار دقايا إن لقبته أو لحرق أو لمحكمة دايو إن حسانة لغا قادو سي محكمة دلو هرقين كرو أو إيدو فربادن أو أيكو هيان أي محكمة دو قين لهاي داد سياسة دهان حكومة دا كسو هرچيدا أيا كعي أو شاقي إن حلبان كا إن حسانة لغا قادا إن أي تهي خلق محمد أبيب وحلبان كترسن قولها وكيلا شرعي قدلك ولو سمية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما أنت هل كما حنكو قوانا يا شرك رايد شرك رايد وحكو سابسين هاي حركي حلدبان محمد عبيب إلا حري لبدي بشي سقالة بشان سقالات يعني كترنو السنة كان لبدا كوني أفريا لباتنك حندونا يا إنا دور كلمات كي راهو وأن تدوينه لسعد سيو حرقني وحوي هاي هي سيدا لقو قبطي هي وحياها بطن اللقا شاقي وحييهين قضب ككوبات شرعي قدالك وقالو سمي هاي قف شرعي كسر ريانا مجرو هدوية هاي حلبان هدو يهي وسير هدو يهي مدحوينة هدو يهي قدومية محكبادات هدو يهي حل كستاء وقف هايو شرعيق الدلك والو سمية قف شرعيق كوين مجر سيدا أوغيد قف كستاء حل كستاء وهايو شرعيق مركا وكوكفو وحويا شرعيق لهرقيني واجب كوحوية لا مها أمنك سارني إلى شرعك هرقيان أو شرعك دبادنا يساقو الشاقو إلو يحيد دنبيلة يئنانو دنبيلة أهين تاسوا قضب ككوباد قضب كلباد وحوي محمد أبيب وحلبان كترسن قولها وكيلة أفريو طبانكي شلاي سنة كنا ينو كتشرنو اللوضع كوني أفريا لواتنكا حفيز كحيري لالنتا جمهورية سومالي لان وحقوق قدبيي بارلمانكا عطسي إن حسانة دلقا قادو سي محكبة دلو هرقين كرو أو إيدو فربادن أو أيكو هيان أي محكبة دلو قين لهاي وحي مرين حكومة وحي مرتي بروسيس شركي صحضاها اي وحير كوديغي اي دستور كوديغي افريو طبانكي شولاي إلا اي اللبادي سبتمبر اي سنة كنينو كوچرنو او دوري افرتن مال موضا حكومة بارلمانك وحي كوي دي وح جوابا هبا يراتي وح جوابا لغا مهلين كمي سو جوابين اينا يديدين اينا اقبلين مدنا وليبا واحد عاي إن عدسي حفيز كحيري لاليها قود أها إذين بانو هينا حلبان كاسا إذين آنو هينا سيانو محكبة دو قينو هنالو أقلادو والا ريريي بوق بضم باكد عاي شرقدون كيبا اسكو قبصدي مروا لخيريه او حلدبانو اسكو خير ايهين محمد عبيب ايا كعي او يري لما خيري كرو او حسانته لما قادر مرنا حلدبانو اي اسكو اوريهين با ايغونا كعي او شاغي ان ان حسانته لما قادر مرنا دد سياسدهان حكومه د كسو هرجيدا ايا كعي او شاغي ان حلدبان كا ان حسانته لما قادا ان اي تهي خلق قفكي موادن كأها إيه إيدين دنبي قرن لو هايستي
ee maxkamada la horgeyn lahaayey maxkamadu ama ay ku cadeyn lahayd ama ay bari yeeli lahayd codsigii xafiiska xeer ilaaliyaha guud uu soo saaray ee uu kaga codsaday baarlamaanka in xasaanada laga qaado oo loo ogolaado dacwada inay gudbiyaan waa la reereeyey waa la siyaasadeeyey waa la xisbiyey isla markaana baarlamaanku dhowr iyo afartan maalmood wax jawaaba xukuumaddu kamay helin arrintaasi waxay noqotay dhiirigelin xildhibaan maxamed abiib iyo kuwa kale la midka ah ee aan la soo gudbin waxay u noqotay dhiirigelin aada u weyn waxay abaabuleen mudaaharaado aan ogolaansho loo qaadan xildhibaanku wuxuu abaabulay mudaaharaad aanu ogolaansho u qaadan oo uu boorama ka sameeyey wuxuu ku sii socday falalkii faldembiyeedada ahaa ee qarandumiska ahaa ee uu ku eedaysnaa ayuu ku sii socday oo sii labanlaabay wuxuu sameeyey waddamo ayuu u dhoofay dabadda ah wuxuu la kulmay mas-uuliyiin Soomaaliland duminteeda ka shaqaynaya baarlamaanka jawaabta laga waayay waxay keentay dhiirigelin isaga iyo kuwii la midka ahaa laamaha amniga waxay qasab ku noqotay mar haddii baarlamaanku isagu shaqadiisii qabsan waayey oo uu xasaanadii ka qaadi waayey oo uu jawaab soo celin waayey laamaha amniga waxay qasab ku noqotay inay shaqadoodii qabsadaan oo cid alla cid kasta oo xeerarka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kaga dhacaysa weliba gaar ahaan kuwa ugu waaweyna qarandumisnimada la xidhiidha in aanay eegan karin oo ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan sidaasaana lagu xidhay xildhibaanka waxaana la horgeyn doonaa maxkamad eedeymaha lagu hayana oo qodobaysan oo caddayntoodii watana waxaa la horgeynayaa maxkamadda ay khusayso waxaan markaa dadweynaha u sheegayaa ma aha nin lagu xidhay siyaasad ma aha nin lagu xidhay inuu xukuumadda ka soo horjeedo ma aha nin lagu xidhay inuu SNM ammaani waayey sida dadka qaarkood ay u fasirayaan ma aha nin lagu xidhay inuu ka tirsan yahay xisbi mucaarid waxaas oo dhan laguma xidhin waxaa lagu xidhay eedeymo waaweyn oo qarandumisnimo la xidhiidha oo caddeymahoodii laamaha amnigu ay hayaan oo ay maxkamaddana u gudbin doonaan waxaan markaa dadweynaha ka codsanayaa in ay sugaan inta maxkamadda la horkeynayo ee eedeymahana la soo bandhigayo ee caddaynteedana la soo bandhigay dadweynaha intaas aan leeyahay waxa kaloo aan ku darayaa arrinta tan markii ay dhacday xildhibaanka la xidhay dad fara badan baa ka hadlay siyaabo kala duwanna way ugu hadleen waxa aan ugu horreysiinayaa baarlamaanka oo shalay tashiray maxamed abiib oo xidhan ayay waxay isweydiinayeen xasaanadii ma laga qaadaa mise lagama qaado waa wax la yaab leh 5-4 maalmood baa la sugay intaa iyagaa la dhowraay eedeyn baa loo hayaabaa la lahaa maxkamadahan horgeynaynaabaa la lahaa xasaanadda ka qaadabaa la lahaa si loo horgeeyo jawaabay soo bixin waayeen markii la xidhay ayay waxay isweydiinayaan xasaanadii ma ka qaadnaa mise kama qaadno baarlamaanku iyagaa shaqadooda qabsan waayey shalayta inay hor keenaan baarlamaanka arrin noocaasna waa sharci darro sharcigana dad garanaya uma ega waxay ahayd intaan la xidhin in ay isweydiiyaan ee aanay laamaha amniga ku kallifin inay xidhaan baarlamaanka waxaan u malaynayaa beryahan dambe waxa ku badan dad sharciga ilaalintiisa ay kala weyn tahay danaha siyaasadeed ee ay leeyihiin waxaa dhex fadhiya dad qarandumisnimada kala shaqaynayay maxamed abiib oo eed isku mid ah insha allah loo soo jeedin doono oo caddaynteediina la hayo oo markaa ka xanaaqsanaa
وكده قال لهم إيه هدي محمد أبيب لحرا أما محاكمة الهرجية وعطيبه لكانوا إذن كنا واكلت شرتانو إذن كنا واحد ميسا بوقا يقيل هذا يوحى برلمان كسعودي يو إن محمد كره حسنة ما كقادنا مسك ما قادنا ذا اللي يسوي دينا يشرى يسقوا بار يسقوا حد ما كحرن وحاسون لما واحد دارنا إيه إن بوق يقيل لك عيو والله قد يقول حكومة دمت خلدن وحان الدون أيه إن كبضان رجع محمد أبي بيسكتن بيجي هنا ماشي كتير إيه أن صوبن دكتورنا إن شاء الله وحير كده مركا برلمان كل شقدي يسوي قبسون وعي لكن لا مها أمنه شقده ودي وعي قبسه وعن كده ريا واحد شري أو يجونا كهالله حلد بانو يسياسيين iyey niman ay isku reer yihiin xildhibaanka siyaabaha ay uga hadleen waa siyaabo dadweynuhu ila garanayo oo aad iyo aad u hooseysa oo aan aqliga dadka ay caayaan qaar waxay ahaayeen reernimo ayaa lagu maagayaa nin qaran dumisnimo lagu soo eedeeyay in la yiraahdo reernimo lagu maagayaa waa meel aad u hooseysa buu qofkaasi ka hadlo ninka siyaasiga ah ee isaguna iyadoo aan qofka waxa dadweynaha waxaan u sheegay qofka inuu dambiile yahay iyo inaanu dambiile ahayn maxkamad uun baa cadeyn karta baarlamaankuna ma aha maxkamad maxkamadii cadeynta loo gudbinayay ee laamaha amniga ee cadeynta uu gudbinayay ee ka garnaqaysay xildhibaanku inuu yahay dambiile iyo inaanu dambiile ahayn baarlamaanku ma aha maxkamad uun baa qofka cadeyn karta inuu yahay dambiile iyo inaanu ahayn laamaha amniguna eedayn bay gudbiyaan cadeymana way gudbiyaan maxkamad uun baa sheegta inuu yahay dambiile iyo inaanu dambiile ahayn baarlamaanku ma aha maxkamad ma codsan karo cadeymo in loo soo gudbiyo لكن wax loo gudbinayaa eedeymaha loo haysto xildhibaanka iyo nooc ay yihiin iyo qodobada lagu eedeynayo ayaa loo gudbinayaa waxa weeyaan waxaan tilmaamayaa dadweynaha u sheegay laamaha amniga waxbay xiraana waxba ma qafaashaan nimankaas siyaabaha kala duwan aan soo sheegay uga hadlayay ee mar reernimo ka dhigayay ee mar in SNM uu amaani waayay ka dhigayay ee mar ka dhigayay in maxaan ku leeyahay xisbi gaar ah la ataagareynayo ee mar ka dhigayay in si shakhsiya loo ataagareynayo waxay uga hadleen si aad iyo aad u hooseysa oo liidata waana ujeeddo kalena way leeyihiin ujeeddaday leeyihiin waxa weeye waa kicin dadweyne ninka yidhaahda maxamed abiib waxa loo xidhay si shakhsiya ama reernimo ama xisbinimo ama dembi laguma leh ama dembiilaba maaha iyadoo aanay maxkamada caddayn ujeeddadiisu waa kicin dadweyne kicinta dadweyne xeerarka waxba ka yaala arrintaasi waxay dhaawacaysaa wada noolaanshihii dadweynaha marka dadweynaha la kiciyo ee kicin dadweyne laga shaqeeyo xildhibaanada ay ka shaqeeyaan ee niman wasiiro hore soo noqday ay ka shaqeeyaan waxay dhaawacaysaa wada noolaanshihii dalka iyo amnigii dalka waxaanay meel kaga dhac ku tahay laamaha amniga ee iyagu shaqadoodii qabsaday ayay meel kaga dhac ku tahay waxaan u digayaa oo hadal dheer aan ugu digayaa xeerarka dalka u yaala iyo sharciganina kama sarreeyo ninka kicin dadweyne ku kaca ee laamaha amniga eedayn aanu xaq ugu lahayn eedeeya ee wada noolaanshihii dadweynaha dhaawaca ee amniga qaranka wax u dhima 14 qodob oo xeerarka kala duwan ee dalka ku jira ayaa dhigaya in la qabto oo la xiro oo la maxkamadeeyo darajo kasta oo uu leeyahay waxaan uga digayaa inaanay mar labaad ku celin laamaha amniga wax qafaashay laamaha amnigu waxba ma qafaashaan ee waxbay xidhaan iyagoo sharciga maray
قضبك كلا يعني يدنا تابنا يا وحوي حسب جوادني إسلام ركيب أبو كهلا لكن حسب جوادني تدويره هو حي إلى أجيه وعد كستو أو ما أنت سومال لان شوكتا إلى أكتا سببتا أي وقدم قذين يا أي واحد لين يا أي أنت هاس أونين إسكت دبم مرين حركة حرديبان محمد أبيب وشدد هو إلى فهم يندوينه وحوي حسب جا حسبي هالنديسة هي مسؤولين تي سقار كم ذا أيام محمد أبيب أي سكت دمبي ودم بفرح كل شرة إذا يمهو دينه والله وضع والله يسكت بريدية شرعنا والله هركي دونا مركا وحويا وقيلو وشدد أي هيد سان يجلوسو قارين وأي محمد أبيب هو كوبناتو عدة لشقيستا أما عاوسا عيد قرن كان سومال لان دوميليسا يدنا هو قرن دوميس إيجا وحبكو سير داران مايو ووحي عان كو يهين وددوينو هنا ويلا أوجيه وحان سيارة تابانا يا أوكالا قدوميها أوركا كاه محمود حاشي أو يسقونا قيلة دير كو إيدي حكومة ده يلا مها أمنية إنا مالك العضي وشرعي كتمتي وحلبان كسخل دنا يوحدي محمد حاشي الشلي أو يدنا هل ينا وحو كدرة وحو البارلمان حلبان ندو صاحب كود وي أهيلي إيدي لو سو تشيدينا وحبك مجران بي كردقين حلبان كالا حلوا بري وحلا وحدا بيو أولي هاي مجرتو وبروي أيكو العلي محمود حاشيو هاد إيه تشاريس كردقة سياسي حال دير وحان تدوينها تصيا وان لا يهبال إلا آغا إن آم الدولة نمدا إيه شروع دا دالك إن يرن آم كاقون إن يرنا آنو كجرني، إنه يهي نن أثمن شارن ما كوش قيستا، وآن هوا يراته، إن يرنا الدولة نمدا كجرني، تصارع ندسيني، برلمان كمها محكمة عدي مها لوجود بيو، وحلق عقد صدان لا مها أمن وحك عقد صدان، وكلية إن الحلبان كحسانة كقاضان قضبضة كأذين ينوى يشهد، برلمان كمها محكمة، يسوع عكدي برلمان كي محكمة. بري شيء حلبان كل حري وعكرد جاي حلبان ذي حاكنه وهيلي صاحب كود برلمان كرو عكرد جا محكمة حكم قاعدي أوتري وبري حلبان كل حري وح الله واحد دم بيلا ما هستو نك دون أي إنه أورر قرن مستقبل كهلو هو قدومي النقضه أو مشرح نقضه أو ذلك كتليه إيه أنت هسه حلو وسير نماس وقبتي إيه برلمان ككتر سنين شري وح موقته إن آنو شروع للذلك وحبك لسعن وحنا كأقون تدوينها نارنتها أيان أصوب بندق يا يجا إلى إيج دونا وحن شيء يا إنا صحته هي إن كلا وعن كسر قبل قبينا يا هذا الكيغن وإلى دهراضي شرعي ولو سمي هاي قف كستا أو موادنا أو غير سمال لان وحنو شيغية مدحوينها هكا بقن وسيركا رمها قدها نها هكا بقن شنان كعيدا كان هكا بقن تلياشا كلا عيدا مدن أمنية كلا دوانا سردون كمدي هينا هكا بقن واحد كبقتها أو كليا شرعيك إنا دمالك قد عضو مدح وينو وحكوش يغن مايو ووسيرك الرماء قدو وحكوش يغن مايو وچنانك وحكوش يغن مايو وانو وحكوش يغن مايو وطلياه سردونك وحكوش يغن مايو
waxa wax ku sheeganayo waa xeerarka iyo shuruucda dalka hadda